طيب النهارده عاوزين نقول هنعمل مع بعض قطايف. طب نعملها ازاي؟ هنشوف بعد ما نكتب المقادير بتاعه القطايف هنرجع ونشوف القطايف هتتعمل ازاي. اول حاجه في عجينه القطايف 2 كوبايه دي نكتب مع بعض 2 كوبايه دي معلقه خميره وكمان نص معلقه سكر وذره ملح وميه دافيه. أقول تاني معلقتين دقيق وكمان نص أو معلقة خميرة بودر أو خميرة كبيرة زي ما أنت عايزة دوبيها في مية مغلية أو آسف مية دافية مية دافية وذرة ملح نص معلقة سكر يبقى 2 كوبايات دقيق أو حسب ما أنت عايزة الكمية تعملي كتير تعملي قليل كتري وضعف الكمية. دي طريقة القطايف تعمليها في البيت عجينة القطايف تعمليها في البيت عصافير كبيرة صغيرة بدل ما تروحي تقفي طابور كبير بدل ما تروحي طابور عند بتاع القطايف. احنا اول هنسرع ايدينا عشان الوقت بتاعنا قليل. نحط اول حاجة الدقيق وشوية السكر نصهم نصهم ادوبهم مع الخميرة. اعذروني هسرع ايدي شوية. المقادير سهلة بسيطة ما فيهاش اي مشكلة. دي المقادير وبعد كده هبدأ احط كل المقادير في قلب بعضيها. المية تكون دافية المية تكون مية دافية وذرة الملح طبعا ما ننساش. حطيت كل المقادير الخميرة دوبتها في قلب سكر وبعد كده واحدة واحدة هحط شوية من مية تقريبا كوباية مية وهبدأ أقلب واحدة واحدة كده لحد ما يوصلش معايا الكتل دي تروح خالص. فأنا بعمل إيه؟ أبدأ بالمضرب أو بإيدي أفتت الكتل دي خالص أهو. أهم حاجة يوصل معايا اللزوجة أوريها لكم حالا أهو فتت خالص 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 وبعد كده زي كده شايفين كل ما تدوب. وطبعا ده يخمر قد ايه؟ بيخمر ساعتين او ساعتين ونص الوقت قد ايه بتاع الخميره. بعد ما اخلصه كده بسيبه اغطيه واخليه يخمر ساعتين او ساعتين ونص او ثلاث ساعات حسب ما انت عايزه. كل نص ساعه بنقلبه تقليبه واحده نموت الخميره فيه تاني عشان ينشط تاني. كل نص ساعه نقلب تقليبه واحده كل نص ساعه من الساعتين نقلب تقليبة واحدة كده. أنا هنا مجهز شوية قبل الهوا. مدام نعمات ألو. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك يا شيخ نبيل؟ بخير والله نحمد الله أمورين يا فندم. تسلم إيديك على الفراخ الحلو. تحت أمرك يا فندم. وصحتك احجز لي الفراخ دي أنا هاخدها. تحت ماشي حضرتك اتحجزت ناس كتير قوي. ربنا يخليك. تحت أمرك يا فندم تحت أمرك. لو سمحت أنا طلبت من حضرتك الكريمة اللباني وأنت عارف جاي رمضان احتاجها في الايس كريم والحلويات. حاضر ممكن عناية بعد اذنك. حاضر عينيا تحت امرك اشكرك. ده شكل شكل الفراخ طبعا المخرج بيغريك اكتر شكل الفراخ. هنشوف مع بعض القطايف هنعملها ازاي وهنجهزها ازاي مع بعض. استاذ ماهر الو. ايوه يا باشا. مساء الخير يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ازيك يا شيخ؟ تحت امرك الحمد لله رب العالمين. لو سمحت انا ليا طلب عند حضرتك. امرني. يا ريت بعد ما تخلص الحلقه توفر دقيقتين كده تقول الاطباق اللي انت عملتها يعني تنزل مقاديرها وتشرحها يعني عملت كذا حطيت الزبده وبعدين حطيت الرز وبعدين كده بحيث ان يبقى انا لو حتى دخلت متاخر خدت الملخص. طيب واحنا عارفين بنتابعك عارفين طريقتك فاحنا هنعرف ننفذ ازاي. حاضر يا فندم تحت امرك. انا بشرح كتير جدا. حاضر تحت امرك كل اللي انتوا عايزينه اوامر. وكمان اللي ما لحقش الحلقه في اولها يشوف الاعاده الساعه 11 ونص بالليل و9 الصبح. ده شايفين شكل الخميره بعد العجينه بعد ما خمرت. شايفين شايفين لازم اللزوجه دي هو ده اللزوجه اللي انا عايزها. شايفين دي اللزوجه. شايفين اهو دي اللزوجه اللي انا عايزها
بعد ما تخمر ساعتين او ساعتين ونص حسب درجه الحراره. بعد كده هجيب طاسه فاضيه تيفال، واجيب منديل صغير، ما احطش اي حاجه في الطاسه ولا اي ماده دهنيه خالص، اتاكد بس الطاسه بتاعتي نظيفه. وهاجي دلوقتي انا جايب قمع، انا مش هجيب اي مكنه جاهزه للقمع، جميل جدا سهل جدا اهو قمع، بس كنت طبعا ما استخدمنيش في جهاز قبل كده في حاجه. وده بعدين العجينه بتاعتي، وهنشوف هنعمل ايه في العجينه. تعالوا مع بعض نروح بتاع الكنفاني عشان نعمل قطايف. كده اول حاجه هشوف هعمل ايه، هحط صبعي هنا سمان واحده واحده مع بعض كده كده. كده هحط صابع واحد بس في الفتحه بتاعت القمعه اهوت، وهمسك واحده واحده، وهجيب العجينه بتاعتي وهشوف هغرفها اهو. هملاها الاول الكميه اللي انا عايزها، عارف الكميه دي تعمل تقريبا نص كيلو كيلو الا ربع حسب طاسه سخنه اهيت. هشيلها على جنب اهو اهو. عاوزين عصافيري صغروا، عاوزين اي اسامي تانية كبروا زي ما انتوا عايزين. شايفين عملناها في البيت سهلة بسيطة مفيهاش اي مشكلة. ده حسب الطاسة بتاعتي، يبقى انا عملت الطاسة لو اكبر هتاخد كمية اكبر، لو اصغر احط دي على النار تاني هنا، واول ما تجهز معايا بشيلها ما بقلبهاش خالص. هنشوف شكلها، طبعا دي اتعوجت مني عشان جبتها على الحرف، ما جبتهاش على الحرف زي خالص كده. هعملها تاني وتالت، مش هخلص الحلقه الا ما نعمل واحده واثنين وثلاثه. شايفين الفقاعات الهوا ده معناه ان دي عجينه مستريحه ومتخمره وجاهزه. وكمان هنشوف شكلها من تحت عامله ازاي. ده شكل العجينة، جميلة جدا اهو. طبعا دي ما بقلبهاش خالص، مجرد بس بتاخد الشكل. هحط لكم دي هنا عشان تشوفوا شكلها على ما اعمل لكم واحدة واثنين وكمان ثلاثة. كده شايفين دي كده جهزت اهو، شيلها بالراحة جهزت اهو. هجيبها زي اهو ده شكلها كده. انا عملت كده، انا دلوقتي عملت ايه؟ اجيب طاسه تانيه لو اكبر، هعمل واحده كده في النص عشان خاطر الجنب بتبوظ مني اهو. طبعا الاخطاء بحاول زي ست البيت بتغلط وتعرف الاخطاء بتتعالج ازاي. دي واحده صغيره كده عشان خاطر اطفالنا. دي انا حبيت اعمل دي كده عشان خاطر لما تيجي تعملها على الجنب هتبقى عامله زي كده بالظبط، هتبوظ منك الشكل. اما لو خليتيها في النص يبقى هتطلع مدوره، شكلها جميل وسهلة وبسيطة بالشكل دوت. يكون النار مش عالية، يكون النار متوسطة. ده شكل